السلام عليكم، اهلا بكم في بن حموده للسيارات. معكم مهند غلام 0505163525. اليوم بنقدم لكم السياره الاخيره من السيلفرادو التريل بوس 2020 اللون الابيض، وعليها تعديل شاهين من بن حموده للسيارات. اخر حبه موجوده عندنا، ياريت طبعا اللي كان مهتم فيها يكلمنا على طول ان شاء الله، وان شاء الله تكون من نصيبه ان شاء الله. يلا نشوف المواصفات. التريل بوس 2020 زي ما كل الشباب عارفين هي بتكون 5.3 V8 355 حصان، 6 سرعات اوتوماتيك بالاكتيف فيول مانجمنت، يعني سيارة بتشتغل على 4 او 8 سلندر حسب الار بي ام، حسب الدعسة وحسب الاستخدام. تعديل الشاهين عندنا زي ما احنا شايفين، السيارة بيكون الدعميات تبعها لونهم اسود، شبك اسود، شعار اسود. الدعميات فيها ليتات ال LED على الجنبين وفي النص، الهوكات الحمر، في تصفيحة عند الجير والماكينة تحت. كمان الشاهين اللي عندنا حاليا عليها رنجات متبدلة مع التواير زي ما انتم شايفين، رنجات قياسها 17. التواير نشوف حجم التواير لو هيبان، هو 305 على 65 على 17. ده شكل الرنج الفيول مع بريكات حمر، كاليبرز، شعارات الشاهين، سايد ستيب. شوف من الخلف شاهين اكستريم، اللوجوز والشعارات، كاميرتين خلفيتين، في عليها كمان رش الحوض او الجار. تمام، مع الاضاءه ال LED والباور اوتلت او مخرج للكهرباء. ريل بوس اخر حبه موجوده في بن حموده للسيارات من موديل 2020. سايد ستيب عليها شعارات الشاهين، وستات كمان عليها شعارات الشاهين. يلا هننتظر تليفوناتكم وتعليقاتكم على الكليب والفيديو اللي صورناه لكم. 050-516-3525 بن حموده للسيارات، اهلا بكم.